ثم ننتقل إلى الجملة الخامسة ناتاشا ثم عندنا passé ses vacances en Floride en Floride. إذا ناتاشا أمضت عطلها فقط كإضافة هنا في الجملة الرابعة ممكن أننا نضع مثلا le verbe être نقول je suis reconnu يعني أنا عرفت يعني أنني تعرفت je suis reconnu ولكن في هذه الحالة ما غنحتاجوش الابوستروف علاش لأن الابوستروف تتعني بأنني أنا عرفت شخص آخر الحديث عن هذا الشخص الآخر تعوضه هذا الابوستروف لكن أنا عرفت فما دور الابوستروف هنا je suis reconnu يعني أنا عرفت كيف je suis reconnu quand je suis rencontré عندما أنا التقيت يعني أنني تعرفت من اللي التقوا بي آخرين أشخاص آخرين إذا ممكن أننا نستعمل لوكسيليار إتر هنا ولكن بدون هاد الابوستروف ولكن بدون الابوستروف إذا سنقول je suis reconnu إذا سنقول je suis reconnu quand je suis rencontré فقط كإضافة أخرى في حالة إذا كان المتكلم أنت سنضيف أه سنضيف أه لهاد reconnu ثم للفعل rencontré سنضيف أه لماذا؟ لأن استعمال أتر تجعل هاد لو بارتيسيب باسي تتأثر بالمؤنث وبالجمع فمثلا إذا كان المتكلم هنا أنت فإذا كانت المتكلمة أنت بنت أو امرأة ثم قالت je suis reconnu يعني أنا عرفت في اللغة الفرنسية je suis reconnu سنضيف أه للدلالة على أن المتكلمة أنت quand je suis rencontré طبعا سنضيف أيضا أه زائدة بعد هاد أكسون لماذا؟ لأن المتكلم أنت طبعا في حالة الجمع نفس الشيء وهذا في حالة عندما نستعمل لوكسيليار أتر طبعا في أفوار ليس هناك هذا المشكل إلا في حالة أخرى طبعا عندما نقول مثلا نصون غوكوني نحن عرفنا طبعا في المذكر سنضيف أس فقط للدلالة على الجمع نصون غوكوني سنضيف أس كون نصون رنكونتخي عندما نحن التقينا طبعا سنضيف أس للجمع ولكن في حالة المؤنث الجمع سنقول نصوم غوكوني سنقول نصوم غوكوني سنضيف أس للدلالة على التأنيث وللدلالة على الجمع ثم سنقول كون نصوم غوكونتخي في حالة أن المتكلمين هم إناث إذن في هذه الحالة سنضيف أيضا أس سنضيف أ للدلالة على التأنيث ونضيف أس للدلالة على الجمع هذا في حالة استعمال لوكسيليار أتر أما أفوار فالأمر يبقى كما رأينا إذن ننتقل إلى الجملة الخامسة عندنا ناتاشا passé ses vacances en Floride إذن عندنا ناتاشا طبعا عندنا لو فيرب باسي يعني أمضى أو مرة طبعا هنا عندنا بمعنى أمضى ses vacances ses vacances يعني عطلاه أو عطلاها كما عندنا هنا en Floride يعني في فلوريدا إذن ماذا سنقول؟ إذن طبعا سنقول ناتاشا a passé يعني أن ناتاشا أمضت ses vacances أمضت ses vacances en Floride يعني أن أمضت عطلها في فلوريدا إذن كما نلاحظ بأن فعل passé le verbe passé أنه عنا لنا هنا الماضي يعني المقصود هنا أن ناتاشا أمضت ما الذي جعلنا نقول بأن ناتاشا أمضت ولا تمضي الآن هذا العطل أو بأن ستمضي عطلة في المستقبل ما الذي جعلنا نقول هذا؟ الذي جعلنا نفهم هذا بهذا المعنى هو إسباقنا لفعل passé بلوكسيليار أفوار في البريزون طبعا لوكسيليار أفوار اللي عندنا في البريزون تنقولوا جي تيا إل أ عندما أقول جي أن ستيلو يعني أنا عندي قلم إل أ أن ستيلو إل أ أن ستيلو هي عندها قلم ناتاشا أن ستيلو ناتاشا عندها قلم لكن عندنا هنا ناتاشا أ باسي إذن ناتاشا أمضت إذن تلاحظوا كيفاش أن أفوار تستخدم في هذا المعنى ويستخدم في معنى آخر
طبعا عندما نقول ناتاشا ان ستيلو يعني ان ناتاشا عندها قلم الان. هنا نتكلم عن لو فيرب افوار في البريزون. نفس هاد افوار هو في البريزون لكنه متبع بلو بارتيسيب باسي لفعل باسي. اذا كما تلاحظوا بان لو بارتيسيب باسي الخاص بالافعال المنتهيه ب او ار يعني الافعال الخاصه بالدرجه الاولى كما تلاحظوا عندنا باسي. اذا عندنا لو فيرب باسي او ار لو بارتيسيب باسي الخاص به باسي بهذا الشكل. ثم عندنا لو فيرب رونكونتري يعني فعل التقى. اذا لو بارتيسيب باسي الخاص به هو هذا رونكونتري. ثم عندنا لو فيرب بارلي اذا بارلي او ار اذا لو بارتيسيب باسي الخاص به بارلي بهذا الشكل. مثلا مونجي مونجي هذا فعل مونجي ثم لو بارتيسيب باسي الخاص به هو هذا مونجي. اذا كما نلاحظ بان استنباط هذا لو بارتيسيب باسي الخاص بهذ الافعال هو سهل. اذا طبعا هذا لو بارتيسيب باسي ياتي بعد لوكسيليير افوار في البريزون لكي يفيد لنا هاد لو باسي حتى يفيد لنا هاد الماضي. اذا عندنا هنا ناتاشا ا باسي يعني ان ناتاشا امضت سي فاكونس اون فلوريد يعني ان ناتاشا امضت عطلها في فلوريدا. ننتقل الى الجمله السادسه بور ميو فوار ليكرون لكي ترى الشاشه بشكل جيد. طبعا عندنا لو فيرب فوار يعني راى. ميو فوار يعني راى بشكل جيد. بور ميو فوار لكي يرى بشكل جيد من اجل رؤيه جيده. ليكرون الشاشه ليكرون ال هي. ثم عندنا مي هاد مي هذا لو بارتيسيب باسي هذا لو بارتيسيب باسي بطبيعه الحال لفعل متر. كما تلاحظوا بان لو فيرب متر ليس كالافعال التي ذكرنا. كما نلاحظ بان لو فيرب متر ليس كالافعال التي ذكرنا فهو من الدرجه الثالثه. طبعا لو فيرب متر وكل افعال التي تشبهه تكون له هذه الصيغه صيغه لو بارتيسيباسي على هذا الشكل. اذا متر مي لو فيرب متر لو بارتيسيباسي الخاص به هو مي. مثلا ترونس متر ترونس مي يعني كل افعال مشابهه له نضيف ما اضيف في الفعل. اذا متر مي ترونس متر ترونس مي بيرمتر بيرمي. اذا نتكلم على لو بارتيسيباسي الخاص بهذه الافعال. اذا عندنا هنا متر عندنا في الجمله مي. اذا هذا لو بارتيسيب باسي الخاص بفعل متر. متر يعني وضع سيلونيت نظارتيه نظارتيه. اذا ماذا سنقول بور ميو فوار ليكرون لكي يرى او لكي ترى او لرؤيه. يعني هذه الجمله تبقى بهذا الشكل هذه الجمله تبقى بهذا الشكل يعني لها كل هذه المعاني. بور ميو فوار ليكرون لكي ترى الشاشه بشكل جيد لكي يرى الشاشة بشكل جيد لرؤية الشاشة بشكل جيد. إذا هذه العبارة تبقى لها كل هذه المعاني pour mieux voir l'écran. إذا لرؤية الشاشة بشكل جيد ال هي ثم مي. إذا عندنا لو بارتيسيباسي الخاص بفعل متر سالونيت يعني نظارتيها أو نظارتيه. طبعا نظارتيها مي هذا لو بارتيسيباسي الخاص بفعل متر يعني الخاص بفعل وضع. إذا نتكلم عن وضعت أو وضع. إذا هو وضع أو هي وضعت سيلونيت نظارتيه أو نظارتيها. لكن الذي عندنا هنا آل. إذا أكيد بأن هي التي وضعت نظارتيها. إذا ماذا سنقول؟ إذا عندنا الضمير آل. إذا أكيد أننا نتكلم عن أنت في الغائب. إذا سنقول هي وضعت نظارتيها. إذا ماذا سنقول؟ إذا أكيد سنقول ال امي. اذا اكيد سنضع لوكسيليير افوار مع ال. اذا سنقول ال امي سيلونيت يعني هي وضعت نظارتيها. طبعا اذا استعملنا لوكسيليير اتر طبعا سيبقى نفس هاد لو بارتيسيب باسي. نقول مثلا هي وضعت اذا سنقول ال طبعا مع اتر ماذا سنقول؟ اتر ماذا سنقول؟ جو سوي توي الي الي او الي. إذا سنقول هنا ألي ميز ألي ميز. طبعا مع آل أتر مع آل سنقول ألي. وبالتالي هاد مي وبالتالي هاد لو بارتيسيباسي الخاص بفعل متر إذا سيتأثر بهاد آل كما ذكرنا فيما سبق. عندما نصرف فعلا مع لوكسيليير أتر فهاد لو بارتيسيباسي الخاص بهاد الفعل يتأثر
بالتأنيث وبالجمع، هنا عندنا آل. طبعاً لن تبقى هدمي هكذا، سنضيف لها أ. لماذا؟ لأننا نتكلم عن آل، نتكلم عن مؤنث، إذن سنقول ماذا؟ آلاميز. هذا هو التغيير الوحيد الذي سيحدث. آلاميز سيبقى نفس الparticipasi، فقط سنضيف أ لأننا نتكلم عن مؤنث، وفي حالة الجمع نضيف أس. مثلا ممكن أننا نتكلم عن آل avec أس، سنقول ماذا؟ elles sont mises، إذن سنضع أس، يعني هن وضعنا. مطخ ممكن أنه يصرف مع être ومع avoir. طبعا هناك أفعال تصرف فقط مع avoir، وهناك أفعال تصرف فقط مع être، وهناك أفعال تصرف مع هاد المساعدين كليهما. إذن في حالة être سنقول آلاميز، إذن سنضع أ. لكن لا يمكننا أن نكمل الجملة بهذا الشكل، نقول مثلا آلاميز سيلونات، هي وضعت نظارتها، الجملة لا يبقى لها معنى. ممكن أننا نستعمل آلاميز في جملة أخرى، نقول مثلا آلاميز أو بريزون، يعني هي وضعت في السجن. آلاميز أو بريزون، يعني هي وضعت في السجن. ممكن أننا نستعمل ماتخ في هذا المعنى. نعود للجملة التي عندنا هنا. Pour mieux voir l'écran، لرؤية الشاشة بشكل جيد، elle a mis ses lunettes. Elle a mis، هي وضعت نظارتها. طبعا لن نقول هنا elle a mis، لأن لو participasi الخاص بفعل ماتخ مسبوق فقط بالأوكسيليار avoir وليس être، إذن سنقول elle a mis. طبعا هذا الparticipasi سيبقى على حاله في المذكر وفي المؤنث. elle a mis سالونات، هي وضعت نظارتها طبعا لكي ترى الشاشة بشكل جيد. في الجملة السابعة عندنا تي نقط مونتي لي فاليز او غروني، عندنا تي مونتي لي فاليز او غروني، إذن طبعا عندنا الفيرب مونتي هي صعد، يعني أنك تصعد بشيء، وممكن أنه يأتي مع اتر إذا أردنا أن نقول بأن الشخص هو الذي صعد بنفسه. إذا نتكلم عن الحالة التي يكون فيها avoir مع لو فيرب مونتي. مونتي كما قلنا أنك تصعد شيئا أو تصعد بنفسك فوق الشيء، يعني في الأعلى. إذا ماذا سنقول هنا؟ tu ثم مونتي les valises au grenier. طبعا الغرونيي هو واحد المكان تيكون في أعلى المنزل، توضع فيه الحبوب إلى غير ذلك. نقول نحن الهري، تنقول إحنا الهري، هذا المكان الذي يكون في أعلى المنزل توضع فيه الحبوب والقطاني وغير ذلك، وكل الأمور الخاصة بالمؤونة مثلا، وكل ما يحتاجه المنزل من مؤونة يكون في هذا المكان. إذا نتكلم عن غوني، إذا سنقول ماذا هنا؟ أنت صعدت بالحقائب إلى هذا الهري. ماذا سنقول؟ أنت صعدت أو أنت صعدت بالحقائب إلى هاد الهري. إذن سنقول تي مونتي لي فاليز أو غوني، يعني أنت صعدت، يعني تنقول إحنا بالدارجة تطلعت الباليزات لهاد الهري، تي مونتي لي فاليز أو غوني. ثم في الجملة الثامنة سو شونطا، يعني هذا المغني تيرميني، طبيعة الحال عندنا لو فيرب تيرميني، كما تلاحظوا بأنه تنتاب أو آغ. إذن أكيد أن لو participasi الذي سيأتي سواء بعد être أو avoir، إذن سيكون بهذا الشكل. سنحذف er ثم نضع accent aigu، سنقول ماذا؟ ce chanteur، ثم عندنا l'auxiliaire يا avoir أو être. طبعا الحال في حالتنا هنا عندنا avoir، ولكن من حيث المعنى يعني أنه واضح بأنه سيكون عندنا avoir. إذن ce chanteur عندنا terminé لو سبيكتاكل، يعني المشهد، يعني أنه أنهى المشهد avec une chanson d'amour، يعني بأغنية حب. إذن هذا المغني أنهى المشهد بأغنية حب. إذن ماذا سنقول؟ ce chanteur، هل سنقول a terminé، يعني هو أنهي، هل المغني هو الذي أنهي؟ طبعا في هذه الحالة سنضع être، إذن في هذه الحالة سنضع l'auxiliaire être. ce chanteur terminé، يعني هذا المغني انتهي، يعني هو اللي كمل.
طبعا هذا غير صحيح، المعنى لا يستقيم. إذا الصحيح هو أن نضع لوكسيليه أفوار. سنقول ماذا؟ سو شونتور ا تيرميني، يعني هذا المغني أنهى ماذا؟ لو سبيكتاكل، أنهى المشهد افيك اون شونسون دامور، يعني أنه أنهى المشهد بأغنية حب. إذا هو أنهى المشهد وليس هو الذي انتهي. إذا سو شونتور ا تيرميني لو سبيكتاكل افيك اون شونسون دامور. ثم عندنا في الجملة التاسعة بور دوغي لا كريب دي دو كوتي. بور دوغي طبعا هذا الفعل هذا يأتي من واحد الاسم اللي هو لور. لور يعني هو الذهب. بور دوغي طبعا نقول عن شيئين بأنه دوغي، يعني أنه مذهب، يعني عنده اللون ديال الذهب، يعني أنه أصفر مثل الذهب. إذا نتكلم عن لور، لور يعني الذهب. إذا عندنا هنا بور دوغي، من أجل أن تجعل شيئا في لون الذهب. ماذا سنجعل هنا في لون الذهب؟ بور دوغي لا كريب، من أجل أن تجعل لا كريب في لون الذهب. دي دو كوتي من الجانبين. لا كريب تنقصد بها الفطيرة أو داك المسمى اللي تنعملو. لا كريب المقصود بها الفطيرة أو المسمى اللي تنعملو مثلا يسمى لا كريب. إذا باش تحمر هاد الفاطرة من جانبيها من جهتيها، طبعا الحال دي دو كوتي من الفوق ومن التحت. إذا بور دوغي لا كريب دي دو كوتي، لكي تذهب، المقصود هنا لكي تجعل في لون الذهب، بمعنى آخر من أجل أنك تحمر. بور دوغي لا كريب من أجل أنك تحمر هاد المسمنة أو هاد الفاطرة دي دو كوتي من الجانبين، يعني من الفوق ومن التحت. إذا ماذا هناك؟ إذا لكي تصبح هاد الفاطرة حمراء، هنا بطبيعة الحال كما نقول مذهبة، يعني أن بلون الذهب دي دو كوتي من الجانبين، ماذا علينا أن نفعل؟ إذا ماذا سيكون هناك؟ إيل لا إيل هو الأبوستروف. إذا نتكلم هنا عن الفاطرة إيل الأبوستروف، إذا هاد الأبوستروف تعوض الفاطرة. ثم عندنا غوتورني، إذا نتكلم على الفيرب غوتورني. غوتورني يعني أدار شيئا أو قلب شيئا. ألا مي كويسون يعني في نصفي الطهي. لا مي كويسون طبعا هذا المقصود به الطهي. مي كويسون يعني كما نقول نصف الطهي، يعني أنك تكتفي بنصف طهي شيء، يعني أنك لا تتركه يكتمل طهيه، لا تتركه ينتهي في الطهي تقليه شيئا ما، يعني أنك لا تتركه حتى ينتهي طهيه. إذا ماذا سنقول هنا؟ pour dorer la crêpe des deux côtés، من أجل أن تجعل هذه الفطيرة حمراء من الجهتين il retourne à la mi-cuisson، يعني أنه يديرها في كل نصف طهي، يعني أنه لا يدعها تكتمل في طهية على جانب، يعني أنه يتركها فوق النار بعض الوقت ثم يديرها للجهة الأخرى، ثم يديرها للجهة الأخرى، ثم يديرها للجهة الأخرى، إلى أن تحمر هذه الفطيرة بشكل متساوي. هذا هو المقصود بهذا ألامي كويسون. إذا من خلال هذه الجملة المقصود هنا كما نقول نحن بالدارجة، باش يحمر الفطيرة من جوج جويه، يعني أنه تقلبها عند كل نصف تطييبة، ما تخليهاش طيب بالمرة، تعود يقلبها حتى تتحمر من جوج جويه بشكل متساوي. إذا ماذا سنقول هنا؟ pour dorer la crêpe des deux côtés il la retourne يعني هو يديرها il la retourne à la mi-cuisson، يعني هو يديرها il la retourne à la mi-cuisson، يعني أنه يديرها عند كل نصف طهي. إذن إلا غوتورني على مي كويسون. ثم في الجملة العاشرة عندنا فو أمي لا ديرنيير فيرسيون دو سيت إيستوار. أمي لا ديرنيير فيرسيون دو سيت إيستوار. إذن طبعا هنا عندنا سؤال كما تلاحظوا بنفس الشكل كما رأينا فيما سبق. في الجملة الثانية عندنا فو تأتي بعد الفعل، ثم عندنا بوان دانتيروغاسيون، عندنا علامة استفهام. إذن ماذا سنقول هنا؟ إذن سنقول avez-vous
avez-vous aimé, هل أنتم أحببتم؟ طب هاد الحال عندنا في الأصل vous avez aimé, j'ai aimé, tu as aimé, il a aimé, nous avons aimé, vous avez aimé, أنتم أحببتم. إذن vous avez aimé la dernière version, يعني أنتم أحببتم النسخة أو الرواية الأخيرة, la dernière version, يعني الرواية الأخيرة de cette histoire, من هذه القصة. طبعا الاستوار تتعني التاريخ وتتعني القصة. الذي عندنا هنا أن تعني قصة. Avez-vous aimé la dernière version? هل أنتم أحببتم الرواية الأخيرة de cette histoire, من هذه القصة؟ إذا نكتفي بهذا القدر, حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.